عن أبي عبد الرحمن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. اش أبي عبد الرحمن كري زيد كري خالد الجهني رازي بنا خد السربيت قود پیغمبر خود صلاوین خود السربن گود هر کسی کار خزاکره که بکت اپراستی وی خزاکر آنکو خیرا درست یا خزاکری بهاتنی ویسین و هر کسی اباشی پاش خزاکره که اتمال ویدا بمینید جاوی خو شیناوی بدت عیال و مالاوی اپراستی وی خزاکر آنکو خیرا درست یا خزاکری بوهات نبيسين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. إش أبي سعيد الخدري رازي بنا خديل سربيد پیغمبر خود صلاوین خود السر بن هندک هنارتن بنی لحیان اش هزیلیان گود بلا هر اش دو ظلمان ایک درکویدو بچید آنکو اش عشیر بلا نیف درکویدو نیوادی جاوید خوبدن مالتوان و خیر بو هر دوکانه. وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. اش ابن عباسی خود اش هر دویان راضی بید پیغمبر خود صلاوین خود السربن کاروانک الروحای دید گود هنکینه گود ام مسلمانین او گود تو کی گود از پیغمبر خود ما جنکه که بچیکک بر و بلند کرو گود خیر حجی دیبو هبید گود بله او بود تخیره.